يا مساء الورد، مساء الفل، مساء الجمال، مساء سكر، مساء عسل، مساء قشطة. هلا والله، هلا 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 هلا، يا جماله يا دلاله يا حركته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. منقطعين عنكم نحن فترة طويلة، تمام؟ لكن حبينا اليوم يا شباب، خصوصا الشباب، في أكلة كذا اللي يعملها كذا، اللي يكون ساكن لحاله، والله ساكن يدرس، والله طالب، والله كذا، تمام، حلوة. تذكركم باليمن إن شاء الله، يمكن في مناطق ما يعرفوا ايش يعملوها، وفي مناطق خصوصا في عدن يعرفوا يعملوها. فان شاء الله الحين تعالوا قربوها معي، وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله الامور تكون طيبه وكل شيء تمام. ويا جماله يا دلاله، ما تنسوش الاشتراك في قناتي، والله ازعل منكم. اعملوا اشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، ويا ويلكم. ارواحوا ارواحوا. المهم، هذا الفارينه دقيق ابيض يا جماعه، تعمل كذا دقيق ابيض كذا، ها، بس ما تكتر. هذا الحليب، حليب بودرة، تعرفوا الحليب بودرة؟ يعني كذا ملعقة، تمام، وملح، ملح 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 كذا كفاية. الماء مقطوع عندي، لأنه الماء مقطوع، لكن ما نستخدم، نخلي أول حاجة نخلط هذا مع بعض. متى ما تقول لي يا سيدي. مليح. شوف، لازم تخلطهم كده مع بعض عشان الملح. هذه لما تكون جيعان في الليل، ها، صباح ما فيش خبز، مكسل تخرج، كورونا في الدار، خلط هذا مع بعض وجيب هذا. اعمل ماء، لازم يكون سائل، ما يكونش جامد. هذا جامد الحين، ها، زيد الماء، زود الماء. هذه خبزة نعملها نحن في عدن يا جماعة. خلط، ايوه، بس بقوة، ها، عشان ما يطلعش حبوب، وعشان الملح يدوب، عشان الملح يدوب. هذا انا كده اعمل الحالي في الدار. قوة، امتى انا اشوفك يا كامل وصوفك، متى متى قل لي بتسمح ظروفك، انسى اسى الدنيا. ايوه حلو، حبة بيض، يا جماله يا دلاله يا حركاته يا سكرياته، ارميها في الزبل. روقان ان شاء الله، نفك الحظر، نخرج نتمشوا في الجزائر ونحوش، تمام، تحويسه حلوه. خطه، شوفوا كيف المعجون يكون مثل الماء. اذا جمدت، اذا خلت، اذا مكه شويه، زيد شويه دقيق، بس عشان تكون، مش انها تكون مثل الماء، لا. ايوه كده حلوه، قشطه زي العسل. يا زين احبك اكثر من حياتي، قل لي متى، قل لي يا سيدي المظالي. حلو، قشطه، يلا تعالوا نسويها. هذه، ايوه، تحطوها على النار زي العسل، تحطوها على النار. الحين نشوف، حلو، نسخن شويه يا جماعه، نجيب هذا شويه الزيت. هكذا دور دور بالراحة. انت حاير في صدك وبعدك، قل لي متى، قل لي يا سيدي المظالي. على فكرة أنا نسيت أقول لكم، أنا حطيت شوية ملح، حطيت شوية سكر، أقصد ملعقة سكر حق الأكل اللي تاكل فيها الملعقة سكر، حطها الحين خليه. يا روحي
نجي كذا نعمل كذا شوية زيت، الزيت هكذا شوية زيت، خليك خفيف كذا، زود النار إذا لسه حاجة ما دابت، وتعمل كذا. هذا عش دور تعال 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 فرح تعال 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 يا ابني عيب عليك. ما تحرقناش تحرقناش قدام الناس، تحرقناش قدام الاجانب. هذا هو قل لي يا سيد المظالي بليك بعيون ملي. الله والله يا جماعة شوفوا ها شوفوا يا جماله يا جلاله ما شاء الله تبارك الرحمن. طلع زي العسل بس ناقص كان شوية سكر ملح، ناقص شوية ملح. أول مرة يا جماعة أول تجربة ها اعذرونا. ظروفك أنسى أنسى تعمل كده شوية بالزيت. هلا هلا يا جماله يا دلاله يا حركاته. هلا والله هلا هلا نظبطه نشوف كيف بيطلع. نغلبه تمام بعدين نجيب هذا الزيت شوية كده. يا سيد المظالم باصون أنا عهدي وانت وين عهدك؟ حبناك باقي مهما كان يا روحي حنونتي. حال بليدة حنوني حنونتي. شوف ها سهلة تغلبه. شوفوا كيف يصير خلي بس لوحده. شوفوا كيف يصير يا جماعة ما شاء الله تبارك. خلاص عمل كده مقلب ايوه خلاص هذا استوى. شوفوا كيف خلاص هكذا شوفوا كيف استوى. شوفي هذا مستوي الحين حطه نعمل اللي بعده ونوري يلا اللي بعده. اللي بعده نعمله كده ونخليه على نار يعني نار متوسطة مثل ما قلتم. تعملوا هذا اللي تحت اللي يوزع الحرارة. يا جماله يا دلاله يا حركاته يا سكرياته يا خبزياته. هذا يطلع كده يا جماعة روعة. شوفوا كيف يطلع هكذا يطلع والله العظيم يطلع كده سهلة. تخبط كده وتعمل كده وخلاص انتهى الموضوع. وتكبر راسك داخلته دقيق طحين فارينة ملح سكر حليب بودرة حليب تمام بودرة حليب تخلطهم مع بعض وترمي على المقلة وانتهى الموضوع. طلع لك خبز عيش اللحظة. طلع سكر زيادة وطلع عسل وطلع حلو. وقولوا بسم الله كده بالعافية على قلوبكم يا جماعة. تعملوا كده زي العسل مع القهوة والحليب وتعيش اللحظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك على قناتي يوميات يماني في الجزائر. يا أنا يا الجزائر حاجة من الاثنين هذا مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.